والله الحمد لله وضعية بس الشحنة تحسنت كلها جيدا، والناس تبضع ما شاء الله من كل الموصل، يعني من الايمن واليسر عايشون على الشحنة، والحمد لله بجهود اهلها الطيبين، لان اهلها اليوم الحمد لله رجعوا على محلاتهم يعمرون وعيشتغلون وعيبنون وعي يعني الحمد لله عايشون بضايع حلوه وكويسه، واني ما العيد كله يعني فصائل كشي روعه كلش الحمد لله كل زينه. انت منين تجيب البضاعه؟ والله كلها من الامارات ومن تركيا. انت تروح له عندك عقد اليوم؟ والله عندنا احنا نروح مرات يعني شغلات على الفيسبوك على الواتساب نسوي هكا شغلات. تمام، عن طريق الواتساب عن طريق الواتساب وعن طريق يعني التواصل الاجتماعي اعطونا نجيب بضاعه احنا. زين، اسعار شلونها؟ والله اسعار كلها مناسب، عندنا ب 12 عندنا ب 27 اعلى اعلى شيء والامارات ب 25، اعلى شيء يعني 12 موديلات جوده يعني ماركه رقم واحد اماراتيه ب 25. زين، اقبال الناس شلون مبيعات؟ والله يعني الحمد لله اقبال كلش قوي، يعني الباحث ساعتين 2:30 بالليل فاتحين، واقبال يعني ما هسه تفاجئنا يعني بسرشان يعني السوق الحمد لله كلش روعه، يعني الحمد لله كلش السوق كلش جيد. والله بدايه رمضان كان اكو حركه، يعني اكو حركه زينه، بس هاي الايام الاخيره من خلال من السبت الى حد الان شوي اكو ضعف بالحركه يعني. سبب شنو؟ والله ما اعرف نوع زفه الناس؟ اكتفت الناس وحدة، ارتفاع دولار يأثر، وضع اقتصادي مال البلد، يعني اكو امور كثيرة. اكو ناس ينتظرون رواتب ايضا. اي نعم، رواتب تأخرت، الرواتب اثرت على السوق. المفروض اليوم كان يوزعون رواتب للناس حتى يشترون لاولادهم. الرواتب تعتبر سيولة نقدية بالبلد، يعني البلد ما يصير بأي حركة إذا ما أكو فلوس. والله إن شاء الله بخير، فضل من رب العالمين الحمد لله، يعني تمام أكو تحسن سنة عن سنة أفضل إن شاء الله، يعني العام أحسن من القبل وان شاء الله بخير، يعني يجينا الخير ان شاء الله فضل رب العالمين. حتى بالنسبه لاسعار مال الاكسسوارات احنا كماليات وشغلات هذه اسعار مناسبه، يعني اكو ارتفاع خفيف بالاسعار بالنسبه للجمله، بس هذا الشيء ما يأثر، احنا نبيع القديم كله يعني ان شاء الله. نريد نمشي، نريد نساعد، تعرف انها اب يعني لازم يعني يكون عنده قدره شرائيه، تعرف اكو منهم ما عندهم يعني تعبانين وضعيتهم هذه، فاحنا نساعدهم بالشيء اللي نقدر عليه يعني ان شاء الله. والله الحركه ان شاء الله تبشر بخير، وان شاء الله الجانب الايمن يرجع الوضع السابق، والناس قاعد تعمر هي بيدها لأنه ما تقبل بهذا الوضع، والخير إن شاء الله جاي بإذن الله. شلون نشوف البضاعة الموجودة حاليا بالمحلات جيدة؟ والله زينة مناسبة وأسعارها مناسبة، يعني مو بها لا ذاك الغلاء ولا ذاك الرخص، يعني يمشي الحال مثل ما يقول.